احنا ما كنا نتجهز على نقطه بالعكس حبنا لهذه البلاد وحبنا لهذا الفريق هذا والسي حسن اللي بشركه احترمه مزيان وبغينا حتى هو يوصل مع هذه المجموعه ديال الدراري صغار لان هذه هي الفرصه لان انا كنعقل واحد الوقت كنا بدينا في الفريق الوطني الاول يعني مع كاسبرزاك لو بروميير ماتش كانوا الناس اللي هما سبقونا في الكره كانوا كيعاونونا وكيدعيو معنا فاحنا اللي كنقولوا بحكم هذا الحب لهذه البلاد وهذا الرايه وهذه المجموعه اللي كاينين ديال الدراري الصغار حنا كنتمنوا باش نربحوا ان شاء الله لانه حتى هو غيكون هذا سي 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 المدرب ديال 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 الجديد راه غيكون معنا فرحان حتى هو من غادي الفريق وحنا ملي كنربح الجزائر حنا كنكونوا فرحانين بالعكس الا غتمثل يمثل العرب في تظاهرات افريقيه وداكشي ما فيها باس غير انا بغيت نوصل ميساج واحد بينه ان شاء الله من الخمسه للسبعه ان شاء الله مع السبعه غيكون اتصال ان شاء الله غادي نكون مقالين ان شاء الله